الشخصية وختمنا الجواز وثم شخصية مهمة في العراق، فكيف تستخدم جواز وتمدده؟ بحسب ما أعرف أن المتهم حينما يعتقل يعني أولا يكون هناك مذكرة اعتقال، وثانيا أن تبين له التهمة، فيمكن أن أتعرف على التهمة التي أنا اعتقلت من أجلها. قال التهمة أن تاريخ الجواز قد نفذ وأنت دخلت بشكل بجواز نافذ الصلاحية. حينما استفردوا بنا بي وثلاثة من مرافقية لاحظت أنهم تعاملوا بصوت مرتفع وبفظاظة وطلبوا مني أن أنزل واستخدموا اليد أيضا وسحبوني بشكل من الأشكال، ولكن ليس سحبا قويا ولكن بصوت مرتفع، وثم رفعوا أصواتهم بقوة أنه ارفع يديك، فرفعت اليد أيضا وقاموا بتفتيش دقيق لي شخصيا. ولك ماذا الصبر بس يا عمر. نشجب ونستنكر هذا العمل الذي قامت به قوات الاحتلال الأمريكي. وأما ما قاله مكتب السيد الشهيد، قاله سماحة السيد مقتدى الصدر سابقا ويقوله لاحقا، اعتقال كل شخص من المؤمنين هو اعتقال له. هذا الاعتداء السافر الذي قامت به قوات الأمريكية على سماحة حجة الإسلام المسلمين السيد عمار الحكيم هو اعتداء على الرموز الوطنية والرموز الإسلامية في العراق. ولو ما خلنا لنا وسيلة ثم السماعة ما استجابت.